صباح الفل يا رب دايما، وفرح ومرح وكل حاجه حلوه. حبيت نشارك كل لحظه دي الجميله من كل مكان. مصر جميله حقيقه، يعني كل مدينه فيها لها طعم خاص بيها، واحنا النهارده مدعوين ان احنا نشارك في افتتاح اكبر مدينه العاب في الشرق الاوسط في الغردقه نيفرلاند. يمكن كده احنا هنروح ناخد الفيو ده الكبير ده قوي. زي ما احنا شايفين كده ان في الفيو روعه، يعني تعالوا كده نبص بصه كده. اما هنا رحنا شفنا الفيو كامل، مدينه الالعاب المائيه كامله خاصه بالاطفال والشباب حتى كبار، وفيها العاب روعه، والمشهد من فوق كان روعه زي ما احنا شايفين كده، حاجه فوق الوصف حقيقي. يعني المدينة بتتميز بنظافتها الكبيرة جدا، الجست فيها جست كويس، الألعاب اللي فيها على مساحة واسعة جدا يقدر كل الناس تستفاد منها، وتقدر تشوف الدنيا من حتى من فوق، حتى الفيو من فوق على الفطار بيبقى من نفس المكان احنا فيه ده، أو تقدر تاخد سناكس أو سوفت درينك والكلام ده، حاجة فوق الجمال الحقيقي. يعني يمكن أنا كنت مبسوط وأنا بتفرج معاكم دلوقتي على المشهد ده، ودي يمكن القايمة البرنامج اللي اتعمل لنا عشان نحضر الحفل بتاعها، الحفل نيفرلاند، كان حفلة أكتر من رائع، والفيو حقيقي يستاهل 10 من 10 في تقديري المتواضع. يعني إن دي مدينة تستحق لقب أكبر مدينة في الشرق الأوسط، وحقيقة يعني مش مصر بس، وفقا يعني هو وفقا للتصريحات اللي جات لنا مصر والشرق الأوسط كلها. شوفوا حتى الألعاب مش هتلاقيها في أي مكان، يعني أي أكوا بارك في أي مكان تاني بتلاقي هي لعبة واحدة وكله بيلعبها، لكن دي لأ، في كذا متعدد الالعاب ومتعدد الاماكن ومتعدد كمان درجات المغامره اللي فيها، فكان من ضمن الحاجات اللي بسطتنا حقيقي كتير جدا. يعني وزي ما انتم شايفين كده الفيو من فوق عامل ازاي، وحاجه فوق الروعه. يمكن هنا احنا دخلنا انتقلنا ورحنا بقى الغرفه بقى، يعني ده الغرفه المفترض او مكان الغرفه اللي احنا فيها. حياه بتتميز باحترافيتها، يمكن هنا كنا بنفتح المفتاح الخاص بالغرفة. ما دخلنا بقى شفنا اتفرجنا عليها حاجة كده، جناح او سويت رائع. اتبسطت جدا لما شفته، وحسيت ان لا الجودة الفندقية عندنا عالية جدا، يمكن نيفرلاند تتمتع بالموضوع ده، قمة في الاحترافية، حتى الذوق والحاجة وحتى الضيافة اللي بيسيبها لنا، زي ما احنا شايفين كده طبق فاكهة وحلويات، حاجة كده ايه احترافيه، حتى شاشه التلفزيون محترمه، السراير، التنسيق، الالوان، المتواجدين كلها حاجات منسقه بشكل كويس جدا، حتى الضيافه كمان اللي هي الشاي واللانسون والكركديه كله كان موجود. وكمان السرير هنا يبقى الغرفه الكبيره، ودي كانت الغرفه الثانيه، كانت غرفه اطفال. وحتى لما جينا نبص الاطلاله بتاعت الغرفه على كانت على البول،
وكان كمان بالطول، مش البول بس هنا كمان بالطول، كمان على الاكوا اللي هي يعني يعتبر من اقوى مغامرات الموجوده في الرياضات المائيه. ودي حقيقة انبسطنا لما جربناها، انبسطنا كتير، وشفنا الناس كمان بتجربها، كان الناس نازلة كلها بتصرخ حقيقي، يعني كأنها ايه يعني بتخوض روح المغامرة بشكل كبير جدا، وحاجة يعني قوية حقيقي يعني. فكنا مبسوطين حقيقة لما كنا هناك يعني وشفناها. يمكن هنا ما الإطلالة بوريكو، بس الإطلالة بتاعتكم حتى يمكن الحاجات دي كمان فيها البيوت دين والأكوا فيها حاجات كويسة جدا، لأن هي مميزة بحاجات البيوت الصغيرة أو الغرف الفندقية دي موجودة باسم حيوانات زي الديناصور مش عارف ايه، فلاكون، مش حاجات كده يعني. ودي الأكوا، أنا بوريكم المنظر بتاع حيات، ودي يمكن الإطلالة بتاعتنا مرة تانية. دي بقى الكوبرا اللي هي ايه يعني سمعت الدنيا كلها، دي اللي بيركبها يعني مبطلش ستريت بصراحة يعني. بس قلنا ناكل في المطعم الايطالي في نيفرلاند، حاجه كده جميله جدا الحقيقه يعني. يمكن قلنا نجرب ياخدوا الباستا ومش عارف ايه، وانت بقى نظبط شويه نجيب السلمون ومش عارف ايه والحاجات ديت، وشويه بقى جوز وكلام. طبعا جوه فيه انواع كتيره من الاكل، خصوصا الاكل الايطالي متميز جدا، ويمكن اغلبنا بنحبه الحقيقه. كنت قلت لازم اجرب، عشان كده قلت اشارككم معايا اللحظه الحلوه ديت. ويمكن بقى مكرونه وضع زي ما احنا قلنا عليها يعني زمان، فدي من ضمن الحاجات اللي عجبتني وقلت لازم اكلها والله يعني، لان بقى لي سنين كتير قوي ما اكلتهاش. ميرسي جدا ليكم متابعتكم، وان شاء الله تكملوا معانا بقيه الرحله باذن الله. كان يمكن من الحاجات الجميلة اللي احنا شفناها، كان عاملين موسيقى جميلة جدا في اللوبي لكل الناس تقدر تستمتع بالموسيقى العالمية، جايبين عازفة رائعة حقيقي يعني، والناس مستمتعة بالموسيقى بتاعتها، وبعد ما خلاص بنلاقي التشجيع والترحيب يعني بيبقى كويس جدا. ويمكن هنا كمان شفنا الشو اللي في ال على البول، بيعملوا شو ليلي صباحي ومسائي حقيقي يعني، هم بيعملوا الكلام ده بشكل كويس، فرق عالمية موجودة بكل أنواع الموسيقى. حتى كمان كان في من ضمن اللي احنا حضرناه أو شفناه، كان في فرق كمان من الشباب بتعمل استعراضات خاصة بالرقص بقى وأنواع الرقصات والحاجات دي، يمكن من روسيا والمناطق دي. ويمكن والله يعني حقيقة أنا استمتعت بالروح اللي موجودة يعني، المكان فيه روح كبيرة. يمكن هنا كمان كنا بنحاول احنا بقى ايه، خلصنا كان الصبح فطرنا وبعد كده نزلنا، قلنا ننزل بسين، كنت انا واصحابي حقيقة روعة. يمكن كمان بسين هنا كان في التوقيت ده سائع جدا يعني، انت عندك 2 بسين، واحد سائع واحد دافي يعني، عاوز ينزل ده بينزل وده ينزل، قلنا احنا نجرب بقى يعني، قلنا نجرب الساعة ده شكله ايه. فحقيقي كان تلج لدرجة انا طلعت على طول يعني، ما كملتش فيها يعني. يمكن هنا انا كنت بتكلم بقى عن جمال وروعة المكان، وكنت بقول التجربة يعني هنا حمام او البسين اللي هو الدافي، كنا خدنا حقيقة التجربة بتاعته كانت جميلة جدا. وحقيقة احنا بننصح ان التواجد في نيفرلاند ده بشكل كويس، تقدر تحجزه عن طريق بوكينج او عن طريق التواصل مع الفندق بشكل مباشر على صفحته، حاجة فوق الروعة يا جماعة بجد. الجمال ده مش هتشوفوه في اي مكان تاني حقيقة يعني. طقم او الجست الموجود حاجه كويسه، طقم الضيافه كويس جدا، بيخدم عليك بشكل رائع، وهو كمان بيجي لك يقول لك تحب تشرب ايه وبتدي وابتسامه، ويعني لا احنا عندنا احترافيه في الجزئيه دي بصراحه خصوصا في نيفرلاند. جوده الاكل اللي كان موجود كان رائع، حمام السباحه بيقولوا تقدر كمان تاخد البريكفاست بتاعك او الفطار بتاعك على حمام السباحه، او الغداء بتاعك على حمام السباحه، او العشاء ايا كان، المنظر هنا رائع وحاجات فوق الوصف حقيقي يعني. واتبسطنا جدا كتير جدا، كنا مستمتعين بالاجواء الموجوده. يقدر كمان فريق الانيميشن بيديك كوره كده وتلعب بيها، وفي رقص وفي حاجات كويسه جدا حقيقي، بيبقى يوم ترفيه رائع تقدر تستخدمه او تقدر تستغله بشكل العائلات بالاخص موجودة هنا بتقدر تستمتع بشكل كويس. درجة الأمان عالية جدا جدا جدا، لايف جارد موجود اللي هم الناس اللي موجودين اللي هم المنقذين موجودين في كل مكان حقيقة يعني، حتى في نص الماية زي ما احنا زي ما انتم شايفين كده، هتلاقي فيه هنا لايف جارد عشان خاطر الأطفال. العمق بتاعه تقريبا هنا في المنطقة دي ما بيتعداش 110 سنتي، اللي هو متر و10 سنتي. ويمكن قلنا ايه يعني هنا نبتدي، بصوا زي ما انتم شايفين اطفال وناس كبيره، ويمكن كمان احنا حابين كمان نجرب نخوض التجربه احنا هنا في الحمام الدافي. فخدنا هنا الغطس بقى الجميل بقى
وبعد كده ابتدينا ايه نستمتع بيه. وزي ما انتم شايفين الفيو اللي ورايا وفيو حمام السباحه روعه جدا فوق ما تتخيل. حقيقي تجربه لو مجربتهاش خصوصا العائلات هتبقى خسرت كتير. لازم يبقى يومك في نيفرلاند او اسبوعك حتى في نيفرلاند، لازم تجرب. يمكن هنا هحكي لكم او بوصف الميه وشعورها اللي هي ميه فتره افضل من الحمام البارد اللي احنا خدناه، كاني طالع من جاكوزي بقى من ساقع لسخن، وممكن تعمل عكس من سخن لساقع، فكانت حاجه روعه. الاجواء كمان دافيه، ما تحسش ببروده الجو وما تحسش بالكلام ده، وحتى لو بصينا بص الفيو روعه جدا زي ما احنا شايفين، وخلفنا المنازل الفندقيه الموجوده دي في قلب المدينه، هي طبعا مدينه العاب مائيه زي ما احنا شايفين يعني. لما حمامات السباحه، البسين بقى والاكوا بارك، وفي كمان خلي بالك وفي انتقال للشاطئ لو انت حابب تروح البحر ولا حاجه، بيوفر لنا اتوبيس اللي احنا ايه موجود في نيفرلاند بيوديك للشاطئ كمان يعني. يعني كل حاجات متاحه، كل وسائل الترفيه متاحه، كل وسائل الحياه هناك متاحه بشكل كويس جدا، وخدمه على اعلى مستوى حقيقي. جربناها وشفنا دخلنا غرفه فندقيه، شفنا هاوس كيبنج وهو بيخلص الغرف ازاي وفي سريع، ويقدر يسيبها لك مترتبه على اكبر درجه من التقييم، او ما ارجب اكبر درجه من الترتيب والنظافه. حتى يعني كانوا مدينا كروت احنا كارت عشان تاخد بيه الفوط الخاصه بيك وبتاع وكده، وتقدر تحطها على الشازلونج. الناس هاديه جدا في تعاملاتها، كل واحد له خصوصيته حقيقه يعني. يمكن كلنا اصحاب من مستمتعين وشايفين الرؤيه وشايفين الدنيا فوق الروعه او فوق الوصف حقيقي. فيا ريت حقيقي خدوا التجربه، يمكن عشان اخدتها فمستمتع بيها جدا، ويمكن اديها تقدير 10 من 10 حقيقي يعني، تستحق ده يعني. ودي من الحاجات الجميله، حتى انتوا شايفين حتى اتساع حمامات السباحه كبير جدا، تقدر تستمتع بيه مش انت لوحدك، انت والاطفال والاسره كلها، ويمكن كمان تقدر تاخد اصحابك وتروح. لازم يبقى عندك ثقافه السفر شويه وتقدر بقى تخوض التجربه دي وتشوف الدنيا فيها ايه يعني. احنا يمكن كنا سعداء اللي احنا خدنا التجربه وابتدينا نشوف نعمل ريفيو على المكان بشكل كويس، او نقدر نقيمه بشكل كويس. حقيقه انا قدرت اقيمه من الاستاف الموجود كويس. حتى هنا خدمات الاكل، لما رحنا نتغدى خدمات الاكل وكده كانت روعه حقيقي يعني. وابتدينا ايه يعني احترافيه الشيف الموجود، الشيف المصري المدرب المؤهل كان موجود باحترافيه. هنا كل واحد طبعا ليه دور، لما تيجي تاخد اكلك كل واحد ليه دور، تقدر تاخد اللي انت عاوزه، بس خد يعني الكميات اللي تناسبك يعني، ما بتبقاش زياده. حقيقي كانت من اروع الحاجات. ويمكن هم متميزين جدا بكافه انواع المطابخ الموجوده، الايطالي والتهيتي والتايلاندي، ويعني في انواع كتيره من المطابخ اللي انت ايه على حسب ذوقك يعني. ويمكن كان ضيفنا هنا ابو اردان كان جاي يعني، تحس ان هو جيست جاي معدي معانا يعني، قاعد بياكل ومروق على نفسه. ويمكن ما قفشته انا بقى ايه ابتدى يهرب يعني. وهنا كان الاكل بعد ما حطيناه يعني، جبنا الاكل وبتاع، وانا بقى نستمتع بمذاق الاكل ونبتدي نقيم الاكل اللي موجود حقيقي يعني. يمكن اديله برضو 10 من 10 احترافيه في الاكل، الطعم عالي جدا يعني، يمكن مش موجود حتى في المطاعم اللي هي الخارجيه اللي احنا جربناها قبل كده. الناس كلها مستمتعه. اجمل ما في الموضوع اللي انت بتقدر تاكل على البول، تقدر تستمتع بالكلام ده. هنا بقى ايه الاكوا بارك، لو بصينا لايدينا اليمين هناك دي الكوبرا، دي تقريبا واخده جوائز في اوروبا على مدار 9 سنين. وهنا الناس بتنزل من فوق، العلبك الشمال دي دي بتنزل ناس من فوق ايه بتخوض تجربه حقيقي. كل اللي بيطلع محدش يعني ينام فيها بطل، لان كله بيصرخ سواء ستات ورجاله عيال كبار ايا كان، لدرجه اصحابي راحوا فسمعت صوتهم من جوه يعني، فكنت بضحك يعني عليهم جامد. فحبيت اصور لكم المشهد ده اللي انتوا ممكن ان شاء الله لما تروحوا تجربوه. وهنا كمان الاكوا والالعاب المائيه زي ما احنا شايفين كده اللي موجود، حاجه روعه جدا. الناس دي كانت تقريبا كمان كان جاي من دبي كفريق جاي من جايين يحتفلوا معانا، ويقدروا بيعملوا العاب مائيه بشكل روعه جدا زي ما احنا شايفين كده. هو حقيقة انبسطت من العرض بتاعهم، يمكن عرضي اكتر من احترافي. استنونا كمان لسه الفيديو ما خلصش، هتشوف حاجات جميله جدا. يمكن العرض كمان الفقره الجايه هتمسكوا اللي هي برضو من نفس الشو ده. هو تقدروا تجربوه على فكره هناك يعني، متاح ان انتوا تجربوها بعد ما تلعبوا الاقوى، تقدروا تجربوا الموضوع ده. شفناه واتبسطنا بيه جدا.
كانت من ضمن الحاجات الروعة حقيقي. الواحد حقيقي كان يعني انا كنت ايه عندي حالة انبهار بالجودة، ان الكلام ده موجود في مصر يعني، كانت حاجة يعني بصراحة كده مبهرة جدا يعني، اللي انت ازاي تقدر تستمتع بالاجواء دي يعني، انت اكنك ولا يعني اسف كلمة انا مسافرش بره، انا خليني قاعد هنا واتفرج على الحاجات دي واستمتع ببلدي واستمتع بالترفيه او قمة الترفيه يعني. انا بسمي يمكن نيفرلاند قمة الترفيه اللي موجودة في مصر والشرق الاوسط، ان انت الكلام ده مش هتلاقيه الا في مصر بس. حتى بص تعال نشوف المشاهد دي، هنا بقى اللعب بالايه، بس هنا دول محترفين يعني، يعني انا بالنسبه لي لو نزلت البتاع دي اخر هطلع فوق وانزل تحت، لكن دول محترفين حقيقي، يمكن فريق محترف كويس قوي حقيقي، كنا كلنا بنتفرج عليه من الخارج، ويمكن تحت على البول كانت الناس كتيره بتتفرج عليه، وكنا بنسقف له كمان وبنشيد بيه بشكل روعه. كانت الموسيقى مع الاجواء اللي احنا شفناها كانت اجواء حماسيه كبيره. نيفرلاند قدرت حقيقي تجذب قلوبنا ومشاعرنا، وقدرت تطلعنا لقمة الترفيه اللي احنا شفناها، اللي لا مكان يستحق الزيارة، مكان يستحق التجربة، ما تفوتش ابدا قصة اللي انت لازم تشوفه، قصة اللي انت لازم يعني تخوض التجربة دي بشكل كويس قوي، هيفوتك كتير حقيقي يعني. المكان ده عمرك ما هتشوفه في اي مكان في مصر، يمكن احنا قلنا ده الاكبر والاضخم في مصر والشرق الاوسط، وحقيقي دي الكلمه دي حقيقي يعني انا حسيتها لما رحت، كانوا بيقولوا لنا قبل ما نروح، لكن بعد ما رحت حقيقي عرفت ميزه المكان وعرفت امكانياته الكبيره الضخمه اللي احنا يمكن حسيناها ولمسناها، يمكن جربنا حاجات كتير، يمكن جربت الاقوى اللي موجوده، ويمكن نزلت جربت الحاجات دي يعني كانت روعه. وحبيت حقيقي يعني بنقل التجربه دي لان الفيديو مثير شويه ولسه في حاجات كتيره حلوه، لازم تشوفوها معايا يعني، تكملوا الفيديو للاخر وتشوفوه، علشان كده يعني بحاول انقل لكم الاجواء بسرعه وبشكل مختلف او شطات مختلفه بسرعه، رغم حقيقي المكان ده لو قعدت فيه اسبوع او اسبوعين مش هتخلصوا يعني. احنا لو قلنا كل يوم قعدت في مكان مش هتخلص الجمال اللي فيه ده، غير بقى حاجات كتيره ترفيهيه هما كمان سايبينها لك يعني في حقيقي في الفندق يعني. احنا يمكن ما كناش قادرين نخلص من كتر الجمال، يمكن هنا العشاء اللي احنا كنا بنتعشى بقى حاجه على البول زي ما شرحت لكم، اللي انت ممكن تقدر تاخد عشاك على البول والحاجات دي بشكل رائع. وبرضه بكرر تاني ما تسيبوش الفيديو ما تجروش، لسه في حاجات كتيره مفاجآت موجوده جايه في الطريق ليكم يعني، زي ما احنا شايفين كده العشاء على البول عامل ازاي، والناس مستمتعه وفي رقي جدا. انا بحب اشيد بالاستاف حي الموجود، واختياره وانتقائه كان عنصر هام جدا يعني، بالاضافه طبعا لجوده الاكل والصحه والسلامه الموجوده فيه يعني. انا تابعنا ودقنا وشفنا وتحرينا عن كل حاجه حقيقي يعني، كاني جيست او كاني ضيف موجود يعني، فلقيناها روعه يعني حقيقي، بالاضافه طبعا ايه للجمال اللي احنا شايفينه. فحقيقة التجربة هنا يعني تستحق بقى 10 من 10 و100%. يمكن هنا كان في احتفالية عاملينها، احنا قلنا طبعا احتفالاته ما بتخلصش صبح وليل، زي ما احنا شايفين كده مجموعة من الرومان في استقبال بقى الضيوف واستقبال بقى، بيعملوا حاجة زي كده ايه اجواء كده ممتعة موجودة، بيقدروا من خلالها يدوا روح للمكان، ويدوا كمان نوع من انواع المرح يعني، او اضافه ميزه جديده يعني للناس. وعلى فكره الفيديو لسه فيه كتير، هم قدروا يقدموا كتير حقيقي، ويقدروا يساعدوا الجست الموجود ويقدروا يديله قيمه الترفيه. يمكن هنا زي ما احنا شايفين شو تاني موجود، هم مقدمينه حاجات بقى ايه عالميه حقيقي، عروض. احنا لازم حقيقي نشيد بنيفرلاند كاكبر مدينه للالعاب المائيه والترفيهيه الموجوده في مصر والشرق الاوسط حقيقي، يستحقوا 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 لو قعدت من لحد الصبح حقيقي يعني، يعني حقهم حقيقي. اللي احنا شفناه مش موجود، الناس لسه طالعه من الازمات طبعا بقى، كورونا وروسيا واوكرانيا والكلام ده، بس اللي اتحقق قدروا يجيبوا عروض عالميه وناس محترفين جدا في كل اللي جايبين أذواق عالمية كتيرة موجودة على أرض نيفرلاند، تقدر تستمتع بيها في كل وقت حقيقي. يمكن كمان من الحاجات الجميلة اللي احنا كنا بنشوفها، أنا أول مرة أشوف إيه ده يعني، في فن بالشكل ده؟ أه يا جماعة في فن بالشكل ده، وفي ناس بتتابعه وفي ناس بتحب تتفرج وفي ناس لأ يعني. العروض دي برضو دي ثقافة عالم النهارده، مش يقول المصريين بس، المصريين والعالم كله
منتجع او مدينة العاب مائية زي ما انتم شايفين، صبح ليل شغالة احتفالات ما بتنامش. ده كان هنا عرض غنائي موجود، يمكن كان من اكبر حاجات اللي اتمتعنا بيها. اغاني بقى من كل لغات العالم تقدر تتميز بيها، تسمع كل الاغاني بكل اللغات. يمكن اسعدتني كتير حقيقة التجربة دي، ويمكن انا كنت مبسوط بيها قوي 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 فوق ما تتخيلوا. الحاجات دي كلها بسطتني. ويمكن كمان من الحاجات اللي انا بنصح بيها يعني ان الناس تيجي تستمتع بالاجواء دي، حابب تهدى اعصابك، حابب تخرج من مود الكلام ده. ويمكن هنا كمان المنتجع ما سابش حته الاطفال، لا وفر لهم كمان الجزئيه بتاعت الاطفال، ازاي يقدر يجيب له الشو الكرتون اللي بيحبه، الشخصيات الكرتونيه اللي بيحبها، حققها له على ارض الواقع حقيقي. وكانت يمكن كان في مجموعه من الاطفال كده مستمتع معانا زي ما انتم شايفين اهوت، وناس كبيره حتى يعني استمتعت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه. وده جزء مهم جدا، كل واحد بيستمتع هنا يعني، هم مش سايبين لك حاجه، من الاطفال للكبار الصغيرين، كل جميع الحاجات اللي هتناسبك من الناحيه الترفيهيه هم موفرينها بشكل كبير جدا. وعلشان كده الواحد حقيقي كان مبسوط بالتجربه دي، ومبسوط باللي هو بيشوفه. يمكن كمان زي ما احنا زي ما هم كانوا موفرين حمامات سباحه والكلام ده، موفرين حاجات للمغامرات الصغيره بقى يعني بالنسبه للاطفال بقى، اللي عاوز يخش مغامره بتاع زي ما احنا شايفين المنظر اللي احنا داخلين ده. ويمكن هنا حاجه زي القراصنه بيبتدي يدي لك جو حقيقي، وكان في اصوات كانها قراصنه بقى وبتحارب ومش عارف ايه والحاجات دي، برضو بيديك نوع من انواع الايه الترفيه الكويس، وبيديك الشو الجميل اللي انت عاوزه، وبيدخلك الاجواء شويه الحماسيه وبالاصوات بقى ومش عارف ايه والحاجات دي. يمكن دي كانت حاجه كويسه حقيقي عجبتني يعني، اللي انا اجربها يعني. ولو قلت لكم عن جمال المشاهد اللي احنا شفناها هناك انتم مش هتتخيلوا والله حقيقي يعني، مش تخيلوا دقة وجمال المشاهد اللي احنا شايفينها يعني. وهنا يمكن بيعملوا عروض اخرى لعروض بقى الفن اللي هو في كل الارجاء اللي موجودة يعني، في كل مكان كده كان في عروض باشكال مختلفة طبعا. فدي يمكن حاجات كمان بسطتنا زي ما احنا شايفين كده. فدي كانت من حاجات الحفلات او البارت اللي موجود في الطرقات، طول ما انت ماشي هتلاقي من ده. ويمكن كان في ناس كتير بتحب تصور بقى وترقص معاهم. وهنا بقى ايه كانت المفاجأة، ملكات جمال السياحة والبيئة جم المنتجع عشان يزوروه وياخدوا جولة فيه ويقضوا يوم فيه، وكانت من أروع الجولات ويمكن من أهم الحاجات اللي كانت موجودة. هم أبدوا رأيهم جدا يعني من كل دول العالم، شايفين الهند، أسبانيا، إندونيسيا، مصر، يمكن شاهستا كانت موجودة. عشان كده بقول لكم استمروا معايا في الفيديو فوق الوصف، ورائع حقيقي يعني مش هزار، وهيعجبكم كتير. هتشوفوا مغامراتهم، هم بينزلوا المية وعاملين أجواء روعة في المدينة. وزي ما احنا شايفين واسبانيا بقى موجوده، ومش عارف الصين موجوده، واندونيسيا، وكل نيجيريا، يعني دول كتيره حقيقيه يعني، نقدر نقول بتاع 30 دوله ولا حاجه موجوده. وكانوا هنا بياخدوا اجواء ويشوفوا، شايفين بقى الناس بقى مبسوطه وكده اجواء. يمكن هنا كانوا بياخدوا شطات ليهم ولا حاجه، بيشوفوا الفيو من فوق. وهنا كانوا في الجوله بالفندق، وبعد الجولة دي كانوا المفروض يروحوا اللي هو يجربوا بقى الأكوا اللي هي الخاصة بالمغامرة بقى، روح المغامرة الموجودة معاهم يعني. تمام، يعني هو كان ليهم تجربة، يمكن أنا صغرت لكم تجربة عشان خاطر تبقوا أنتوا عارفين الدنيا بتاعتهم، الانبساط بس بتاعهم يعني إيه. كانوا مبسوطين جدا حقيقي يعني، أنا لمست ده الانبساط والروح الجميلة اللي فيهم يعني. ويعني هنا أجواء تانية. هما كانوا حقيقي يعني، يمكن انا سامع صوت السرير بقى والحاجات دي اللي كانوا بيحسوهم نازلين، طبعا بتبقى حاجه روح مغامره قويه جدا او كبيره جدا يعني. وهنا بقى كان في تجربه روعه، المطعم التهيتي البرجر، البرجر كان بتاعهم روعه، جايبين ناس من تهيت من تهيتي يقدموا لنا العروض دي يعني. وانت بتاكل تقدر تتفرج على العروض دي، وتقدر بقى المنيو تاخده اللي هو برجر الخاص بتاعهم،
ده مطعم خاص جدا بتاعي، بيعمل لك الحاجه كانك حقيقي هناك في بلدهم. وتيجي هنا بقى مع البطاطس، برجر مع البطاطس، كاتشب مايونيز، حاجه روعه. هنا ببص الاحتفال، الاحتفال هنا انا ما اقولكمش على قمه. زي ما احنا شايفين كده، كان حقيقي قلنا نجرب بقى هنا البرجر بتاعهم والطعم. يمكن هنا كان الطعم عاوزين نقوله كان جوه موجود طماطم وبصل وخس خس، وحقيقي يعني جزء كده من الكاتشب كان ليه طعم كده مختلف. يعني اول مره ادوق برجر بالشكل ده، كانت تجربه كويسه. وبالليل هنا وفروا لنا بقى يعني احتفاليه كبيره جدا، الناس بتطلع هنا تعمل اغاني كويسه قوي. كان في حفل عشاء كبير جدا لكل الجيست، معمول له على في علي بابا اللي هي فندق ملاصق لنيفرلاند، وتقدر طبعا تستمتع بيه لان الاثنين واحد يعني. وكان هنا في عروض بقى ايه خاصه بقى بالفراعنه، بيديك الحقيقه بقى كمان اللوكيشن اللي موجود، يمكن كان فرعوني، ويمكن على ايدي اليمين هتلاقي، ايدك اليمين هتلاقي ابو الهول شويه واضح هو جميل. بتعمل هنا عروض بقى كليوباترا وانطونيو ومش عارف ايه والحاجات دي، يعني في عروض كتير حقيقة اتقدمت. مش ده وبس، كمان كان في عرض غنائي كان موجود، واللي عجبني حقيقة يمكن حماس الجمهور معاهم، حماس السياح معاهم، بالإضافة إن اللوكيشن نفسه كان روعة، وأداء العرض الناس محترفين بطريقة غريبة جدا. يعني يمكن ما شفتش عروض كتيرة بالشكل ده. كان في عروض في فنادق أخرى، ولكن العرض هنا في نيفرلاند أو ألف ليلة وليلة كان رائع. اللوكيشن بتاعهم حقيقي كان مديني الانطباع القوي قوي، يعني ان هو يمد مصداقيه للعرض حقيقي. كل الناس انبسطت، يعني بحاول انقل لكم شعور كمان الناس اللي كانت موجوده، كل الناس كانت انتباهها مشدود ليهم جدا، مع الموسيقى التاثيريه بقى ومع الحركات والتكات والكلام ده كانت روعه. هنا كان برضه كل حفل الموسيقى اهوت، يعني زي ما انتم شايفين التنوع الموجود في المكان، شايفين اللوكيشن، شايفين ابو الهول اهوت، مدي لك الحق بكل حاجه. يعني بينقلك نقله من السياحه الترفيهيه للسياحه الثقافيه بشكل كبير جدا، اكنك رحت الاهرامات والاقصر واسوان والكلام ده. بص اللوكيشن معايا، يعني لا في وهم حقيقي، في وهم في الموضوع هنا. يعني انتوا للدرجه دي العبقريه بتاعتكم اللي وصلتكم اللي انت تقدر تنقل من سياحه ترفيهيه لسياحه ثقافيه، وتقدر تنقل معابد وابو الهول ومش عارف ايه والكلام ده في لوكيشن، عشان تدي احساس السائح اللي هو يعني اكنك في مكان ثقافي. حقيقي اللمسات دي فرقت كتير معاهم جدا، اللمسات دي بتدي للسائح لا انا كده بقى جيت مصر اللي بنقرا عليها في الكتب، وجيت مصر مش الترفيه بس، لا جيت مصر الثقافه والحضاره والفن وكل حاجه، حتى الذوق وكل حاجه. حقيقي كانت فيو موفق، استمتعنا كتير، شفنا حاجات كتير حلوه، وكده تكون رحلتنا انتهت في منتجع او مدينه نيفرلاند، كاكبر مدينه ترفيهيه للالعاب المائيه في الشرق الاوسط ومصر يعني. ان شاء الله تابعونا في فيديوهات تانية باذن الله، وتستمتعوا معانا، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا كمان بالرحله الجميله دي، او الفيو اللي احنا خدناكم فيه في الجوله دي يعني.